حضرتك أستاذ إسماعيل هنية القائد رئيس الفصيل الفلسطيني الأكبر في المقاومة ومن أبرز قادة هذا الشعب العظيم، وفي الوقت نفسه أنت أب وجد بعد يوم من استشهاد أبنائك وأحفادك الأحبة، ماذا تقول لشعبك وأمتك كقائد مقاوم، وماذا تقول لأهلك والإنسانية كوالد وجد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نحمد الله تعالى على هذا الاصطفاء لهؤلاء الشهداء من الأبناء والأحفاد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في عليين، وأن يجعل هذه الدماء طاهرة على طريق تحرير القدس وفلسطين وعودة الشعب الفلسطيني إلى أرضه وإلى وطنه. لا شك بأن هذه المجزرة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في يوم العيد هي تعكس وحشية هذا المحتل ودمويته واتجاهاته التي رسخها خلال هذه الحرب، بأن القتل العشوائي والتطهير العرقي والإبادة الجماعية وارتكاب المجازر هي التي ما زالت تحكم هذه العقلية الإسرائيلية. وأنا أعتقد بأن لجوءهم إلى مثل هذه الجرائم من هذا القبيل هي تعكس أيضا الفشل الاستراتيجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أنه مضى 6 أشهر على هذه الحرب ولم يحقق الاحتلال أيا من الأهداف العسكرية التي أعلنها، لم يقضي على حماس ولن يقضي على حماس، لم يسترد الأسرى ولن يسترد الأسرى إلا من خلال صفقة تبادل مشرفة، وأيضا لم يستطع أن يهجر أو أن يفرغ القطاع من سكانه ومن أهله، بل استمر أهلنا في بلدهم رغم كل ما تعرضت له غزة، متشبثين بالأرض متمسكين بها. قرارهم أننا لن نغادر وأننا لن نترك هذه الأرض ولن نكرر نكبة عام 48. لذلك نحن نقول لشعبنا، نحن في ذات الميدان، نحن في ذات السفينة والمركب، ما يقع عليكم يقع علينا، وما يقدمه شعبنا نحن جزء من هذه التضحيات وهذا الفداء، ونحن نفعل ذلك بكل يقين بأن هذه الدماء من دماء الشهداء الأبرار سوف إن شاء الله تعالى تثمر وتزهر نصرا وتحريرا. وأقول للأمة جمعاء، إن الخطر الإسرائيلي الصهيوني لا يقتصر على فلسطين بل يتعداه إلى المنطقة العربية والإسلامية، وإن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة من إبادة جماعية ومن مجازر ومن مذابح ومن تهجير يتطلب موقف من هذه الأمة مختلف عن الشهور 6 الماضية، سيما أن المتغيرات التي تشهدها اليوم الأروقة السياسية في الإقليم وعلى المستوى الدولي تؤشر على أن الاحتلال يعيش في عزلة غير مسبوقة، وأن صورته قد تهشمت على المستوى العالمي، وأن بين قوسين إسرائيل كطفل مدلل للعالم الغربي لم تعد هذه قائمة على النحو الذي كانت عليه سابقا. لذلك نحن ندعو أمتنا إلى نهضة حقيقية لوقف هذه الحرب على غزة، للانخراط بشكل أو بآخر في مشروع تحرير المسجد الأقصى والقدس والأرض الفلسطينية. وأيضا أقول للإنسانية جمعاء، إنما وقع على أهلنا في غزة هو جرائم حرب، هي جرائم ضد الإنسانية، هي تعدي على القانون الدولي الإنساني، ولذلك المحاكم الإنسانية ومحاكم العدالة الدولية وأروقة الحقوق والعدالة والقانون في العالم يجب أن تشكل محاكم حقيقية لقادة الاحتلال وتقديمهم كمجرمي حرب.
ولذلك أنا أدعو حقيقة إلى تكاتف كل المؤسسات التي تعمل في المجالات الإنسانية والحقوقية والقانونية على المستوى العالمي، بأن يكون لها ما يثبت انحيازها لهذه المفاهيم الإنسانية، وأن تحاكم الاحتلال الإسرائيلي، سيما وأن هناك في لاهاي محكمة ما زالت فصولها تدور، يجب أن لا يفلت قادة الاحتلال من العقوبة ومن القرارات المتعلقة بهذه المحكمة. يروج الإعلام الإسرائيلي نقرا عن أجهزة الاحتلال ادعاءها أنها لم تقصد اغتيال أبنائك وأحفادك الشهداء، قالت أنها استهدفت من وصفتهم بالمخربين. واضح أن الاحتلال يتعاطى بإنكار ونكران، وربما يتشفى كما هي لغته المشينة أزاء غزة وأهلها منذ هزيمته في 7 أكتوبر. أي رسالة لك لهذا الاحتلال وجيشه وأجهزته الأمنية والإعلامية؟ يعني لا نستطيع إلا أن نقول أن هذه الأكاذيب وهذه الروايات والسرديات الإسرائيلية التي استخدمت منذ بداية العدوان على غزة، استخدمت لتبرير هذا القتل والاغتيالات والمجازر والتدمير الشامل في قطاع غزة. لذلك حينما أيضا فعلوا ما فعلوا في المستشفيات، حينما قتلوا عائلات بكاملها، حينما أبادوا أماكن ومدن بكاملها، كل ذلك كان تحت هذا المبرر، هذا المبرر الذي يستخدموه من أجل تبرير هذه الجرائم وهذه المجازر التي يرتكبوها. كل العالم يعرف أنه في يوم العيد الأبناء كانوا في جولة على الأرحام. من يريد أن ينفذ عملية كما يدعي جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يأخذ أبناء وأطفاله معه بالسيارة. صحيح نحن جزء من شعبنا المجاهد، نحن جزء لا يتجزأ من هذه القيم المتعلقة بالمقاومة، من هذه القيم المتعلقة بتمسك بالأرض بالثوابت، ولكن هذا الإدعاء هو ادعاء كاذب. حينما قتل شباب وحينما قتل أطفال، استشهد 3 و4 من الأحفاد، وهناك 5 حفيدة هي في العناية المركزة الآن، هي لم تتجاوز العام من العمر أو العام وشهرين من العمر. لذلك هي جريمة تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال. نحن لا يمكن أن نتعامل مع هذه التبريرات ولا هذه الأكاذيب. وكما قلت يعني أن هذا الاحتلال يجب على العالم أن ينظر إلى ما يقوم به، ونعم أن يقدم إلى محاكم الدولية كمجرمي حرب ومنتهكي لحقوق الإنسان. هل يمكن ربط هذه الجريمة التي استهدفتكم بشكل مباشر باستحقاق المفاوضات وورقة الوسطاء والحرب الإعلامية والنفسية على حماس والمقاومة للقبول بطرحهم بلا تعديل أي كانت بنوده وثغراته؟ هم قالوا كذلك، يعني هذا ليس استنباط أو تحليل، يعني الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن ذلك بأن استهداف الأبناء والأحفاد يندرج في سياق الضغط على قيادة حماس لكي تغير موقفها من المفاوضات الجارية. نحن نقول بأن المصالح العليا للشعب الفلسطيني والمطالب الممهورة بدم هؤلاء الشهداء، 40,000 شهيد و76,000 جريح، لا تتغير ولا تتبدل بموت أحد أو بحياة أحد، هي مرتبطة بما يمكن أن يتحقق لشعبنا وفي ضوء المطالب المعروفة. نحن نؤكد على تمسكنا بضرورة الإعلان الواضح والصريح بوقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة، والانسحاب الشامل من كل مناطق قطاع غزة، وعودة النازحين إلى أماكن سكناهم بلا قيد وبلا شرط وبلا حواجز وبلا تفتيش وبلا حلابات وما يطلق عليه من هذه المسميات.
ثم الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار، وصولا إلى التوصل إلى صفقة للأسرى حقيقية وجدية. دون ذلك لن تذهب الحركة إلى أي اتفاق ينتقص من هذه المطالب، وخاصة المطالب التي أشرت لها ابتداء: وقف اطلاق النار والانسحاب وعودة النازح. شكرا لك أستاذ أبو العبد هنية، وعزائنا لكم، وعظم الله أجركم ورحم الله الشهداء. شكرا لكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، وشكر الله سعيكم.